السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دعاء منصور من قناة منصة المعلم المتميز. سوف نقوم اليوم بإعداد لوحة تعزيز تقوم بالاحتفاظ بدرجات الطلاب حتى وقت الخروج من عرض الحصة يحتفظ بالدرجات دون الحاجة إلى تصوير الشاشة. كيف يتم ذلك؟ بطريقة بسيطة وسهلة. الآن سوف نقوم بعمل ذلك معا. أول شيء خلينا نستعرض هاي اللوحة ونشوف كيف إنها بتحتفظ بالدرجات. راح أنا أختار الدرجات للطلاب، مثلا في عندي هون نور جاوبت ما جاوبت ولا مرة، على حسب الطلاب الموجودين عندي. طبعا أنا بقوم بعمل الدرجات بما يتناسب. تمام، الآن لو خرجت من العرض رح يعطيني الدرجات اللي أنا غيرتها واحتفظ في التغيير عليها دون الحاجة اللي أنا أصور الشاشة. طب كيف أنا بقوم بذلك؟ بطريقة بسيطة وسهلة، رح أقوم بإدراج شريحة جديدة. رح أعمل شريحة بلانك فاضية وبعدين رح أروح على المطور. طبعا لو كان المطور غير ظاهر أو غير موجود عندي، من وين أنا بستطيع أني إحضاره؟ بروح على ملف، بروح على خيارات وبختار من تخصيص أو شريط تخصيص شريط الأدوات. راح أختار من علامات التبويب الرئيسية، لأن أنا بدي إياها علامة تبويب رئيسية، راح أحط عليها صح على كلمة المطور وأعمل موافق. الآن أصبح المطور موجود عندي. لو بالضغط على المطور في هناك مجموعة من الأدوات اللي هي بتهمني، وبهمني أني أتعرف على الجزئية اللي أنا راح أشرح فيها لوحة التعزيز، اللي هي السبين باتون اللي هو زر الزيادة والنقصان. راح أرسمه طريقة، طبعا بدنا ننتبه أنه أنا لو عرضت الرسمة رح يعطيني يا ليفت ورايت، بديها من أعلى للأسفل بهذا الشكل. رح أقوم باختياره بحجم صغير بهكذا ورفيع عشان ما يعطيني ليفت ورايت. لو أنا كنت حابة أعمل ليفت ورايت بصير، بس أنا حابة في العرض تبعي إني أعمل أعلى أب داون، يعني أعلى وأسفل. ورح أختار كمان اللي هو الليبل أو التكست بوكس، ورح أضغط عليه بهذا الشكل. تمام، الآن أنا أدرجة سبين باتون وأدرجة المنطقة اللي رح يظهر فيها الدرجة أو العلامة. تمام، الآن الخطوة الثانية وهي المهمة، اللي هي إنه أنا كيف أقوم ببرمجته بطريقة بسيطة وسهلة ودون معرفة في البرمجة. رح أعمل دبل كليك، يا إما بعمل دبل كليك على السبين باتون على عرض التعليمات البرمجية. رح أضغط على عرض التعليمات البرمجية، رح جاب لي لحاله إنه أنا عندي سبين باتون 1. إيش اللي بدنا إياه بالضبط؟ بدي أحكي له إنه أنا بدي التكست بوكس اللي جنبه تكست، ننتبه طبعا احنا نكتب text box 1 dot value، يعني القيمة اللي جواته dot val، اوكي dot value هو راح يعطيني اياها لحاله، equal ايش بتساوي؟ بتساوي spin button، spin button 1 dot value. تمام، خلاص احنا حددنا له انه التكست بوكس 1 بدي اياه يعطيني نفس قيمه السبين باتون. اذا انا عملت اب راح يعطيني درجه، واذا عملت داون راح ينقص او يطرح مني درجه. الان راح اسكر العرض. الان انا لو اجيت وعملت فول سكرين للعرض علشان اشوف هل هو فعال او لا، طبعا بمجرد اني انا اضغط 1 2 3 هيك بزيد لي العلامات. ولو انا بدي اطرح راح اعمل للاسفل هيك، طبعا خلينا نخليه 10. اذا داون راح ينقص بالعلامه، اب راح يرفع العلامه، راح اخليه 10. ماشي، لو عملنا سكيب الان هو احتفظ بالدرجه لأول طالب مثلا. الآن خلينا نكرر أو إنه ننسق، يعني أنا أول إشي النص طلع عندي على الليفت، أنا بدي أضبط العرض تبعي، فبهمني كتير إنه يكون شكل العرض جذاب بكل النواحي، فأنا رح أضغط على خصائص. تمام، بمجرد أنا ضغطت على التكست بوكس على الخصائص تبعته، أنا عملت له سيلكت عشان يعطيني الخصائص الخاصة فيه، رح أختار عدة خصائص. أول إشي بإمكاني أنا
طبعا ما بدي اغير اسمه عشان هو يعني كتبته في امر البرمجي انه تكست بوكس 1، فما بستطيع اني انا اغير، ولو غيرت رح يعمل لي ايرور في البرمجه اللي انا عملتها. الان الاشياء اللي بهمني اني اغيرها عشان الديزاين اللي هي مثلا باك كلر، بامكاني اعمل له خلفيه بلون مختلف، بامكاني اعمل اي لون انا حابه بيتناسب مع العرض تبعي، بامكاني انا اختار نوع الخط بالضغط على فونت كلر. فونت كلر راح اضغط عليه وراح اختار اي نوع خط انا بدي اياه، بختار اي نوع، يعني اهم شيء يكون بولد، اهم شيء يكون كبير، ظاهر، راح اختار مثلا 18، راح اعمل موافق. طيب الآن بقي عندي شغلة، إنه أنا بدي الرقم يطلع، بدي الرقم يطلع في الوسط الألاين، فلازم أروح أغير الألاين تبعه، فرح أروح على أيوة تكست ألاين، رح أضغط هون، في عندي ثلاث خيارات ليفت سنتر رايت، رح أختار السنتر طبعا، ورح أرجع على الفونت أكبر الخط شوي لأني شايفة إنه الخط صغير، فرح أخلي مثلاً 24، رح أعمل موافق. الآن رح أرجع على العرض تبعي. الآن أصبح الحجم متناسب مع العرض تبعي واللون وكل شيء تمام. رح أرجع كمان مرة أتأكد بس إنه السبين باتون، طبعاً السبين باتون نفس الإشي، أنا بقدر إن أنا أغير لونها، أعملها خصائص، وأروح على مثلاً لون الزر نفسه، بإمكاني أنا اختار من البلدة نفسها انه يكون لونه بينك مثلا، اللي هي الازرار اعلى واسفل، تكون متناسبه مع العرض تبعي. الان كثير بيسالوا انه احنا كيف بامكاننا نجيب ايقونات او صور حلوه وجذابه للوحه التعزيز. في عندي موقع رائع جدا انا كثير بحبه وبحب استخدم الصور الموجوده فيه، اسمه فلات ايكون، راح اخلي اسم الموقع في الديسكربشن. اي صوره انا بدي ابحث عنها سواء كان بوي او جيرل راح اكتب له هنا جيرل، او ممكن اكتب student girl، اي شيء انا بدي اياه بيطلع لي هو مجموعه من الصور، بختار الصوره المتناسبه مع العرض تبعي. اي صوره بتناسب العرض تبعي بامكاني ان انا اختارها، ممكن ان انا اختار هاي الصوره. تمام، بعد ما انا اضغط عليها طبعا اقوم بتحميلها، اعملها داونلود. طبعا هذا الموقع بيطلب مني تسجيل، فانا بسجل عادي باستخدام الجيميل تبعي، مجرد ان انا اجيت وحبيت اني انزل هو راح يطلب مني اللي هي التسجيل، فراح اسجل بطريقه بسيطه وسهله ما بدها انه نحكي عنها اليوم. الان بعد ما انا اعمل داونلود اضغط على الزر الاخضر عشان احمل الصوره، راح تصير موجوده عندي بالصور. الان راح اروح هون، راح اروح على ادراج، بما انها صارت بالداونلود موجوده الصوره اللي انا حملتها، راح اضغط على من هذا الجهاز على صور من هذا الجهاز، وراح اروح على الداونلود وراح اختار صورة البنت اللي انا بدي اياها، ممكن اختار هاي الصورة او غيرها. طيب اجاب لي الصورة، طبعا راح يجيبها كبيرة، بس الحلو فيها انها دقتها كتير عالية وحلوة وجميلة وجاهزة وشفافة، يعني انه جاهزة للعرض. راح اضغط واصغر الصورة بالشكل اللي بناسب العرض تبعي. طبعا انا عشان عندي لوحة بدي احط فيها كتير البوكسز هاي اكررها، فبهمني انه تكون الحجم صغير. طيب وبدي ادرج كمان مربع نص، راح ادرج مربع نص هون عشان اكتب اسم الطالبة، اوكي، وراح اكتب اسم البنت مثلا منى علي، منى علي مثلا. خلاص انا هيك عملت لاول طالب. هل الامر البرمجي يجب اعادته لكل الطلاب بنفس الطريقه؟ هو احنا ما بنعيده، هو احنا بنغير تغيير بسيط بس، لانه كل تكست بوكس بالاوامر البرمجيه له اسم. فكيف رح نعمل هيك؟ اول شيء خلينا نعمل دبليكيت او نكرر هذا الشكل، رح اعمل كنترول دي ورح أسحب الشكل للأسفل، طبعا على حسب عدد الطلاب عندي. تمام، بأي عدد أنا حابة أني أضيفه، طبعا هيك هو ضاف لي
بعدد المرات اللي أنا حباها، رح أضغط على عرض. الآن رح نشوف منى أول طالبة، رح يزيد لي العلامات تبعونها، أما البقية رح ألاحظ إنه ما عم بغير بالتكست الموجود. طبعا إشي طبيعي، ليش؟ لأنه هون تكست بوكس 1 لكن أنا ما عملت أوامر برمجية للتكست بوكس 2. هل لازم أعيد كتابتها؟ لا، بس أنا باجي على السبين بتون، بعمل دبل كليك، بيفتح لي على الأوامر البرمجية تبعته. موجودة عندي السبين بتون 1، بس اللي بعمله إني رح أضغط على البرمجة الموجودة تحتي، أعملها كوبي، اللي هي تكست بوكس 1 دوت فاليو، رح أجي هون ورح أضغط على بيست. الآن أصبحت عندي أصبحت موجودة الثانية، رح أكتب بدل تكست بوكس 1 رح أكتب 2، تمام؟ لأنه أصلاً أنا في spin button 2، وهون رح أعمل بس 2، يعني ما رح أغير ما رح أعيد، فقط رح أروح على المكان اللي أنا أو الزر اللي أنا بدي أغيره أو أخليه يتحكم فيه، رح أروح على الثالث، نفس الإشي هو spin button 3، رح أعمل paste لأول أمر برمجي هون اللي هو text box، بس رح أغير رقمه إلى رقم 3، وهون رقم 3. الآن رح أضغط إغلاق وأرجع على التكست بوكس الرابع، وهكذا سبين بتون 4 عشان أتذكر أنا أي واحد، ورح أضغط بيست. هون رح أغير 4، وهون رح أغير فقط الرقم إلى 4. رح أروح كمان مرة، رح أعمل إغلاق وأروح على آخر واحد، رح أعمل بنفس الطريقة، رح ألصق النص تبع البرمجة اللي هي تكست بوكس بدل 1، رح أحطه إنه هو 5، وهنا مثلا 5، وهيك احنا بنكون خلصنا للكل. الان لو استعرضت رح اضغط، رح اعرض مثلا هنا الطالبة الثانية جاوبت مرتين بس، الطالبة الثالثة هنا جاوبت هيك درجاتها، هنا ما جاوبت ولا مرة، هنا الطالبة هاي جاوبت فقط مثلا 5 مرات. الآن لو طلعت أنا من العرض هل سأفقد الدرجات اللي أنا وضعتها للطلاب؟ لو طلعت أنا من العرض رح يحتفظ بدرجات الطلاب، وهذا اللي أنا بدي إياه من المطور. أنا استخدمت المطور علشان أزيد الدرجات وأحتفظ فيها، ما أخسرها أو ما أعمل لها حركات معينة عشان أعمل إخفاء الرقم وإظهار الرقم مرة ثانية وطريقة مطولة، لا، الطريقة بسيطة جدا. وعلشان إني أنا أبرمج بقية بعد ما أنسخ الأول عشان أبرمج البقية، بس بعمل دبل كليك عليها، هو الحال بيفتح لي الأمر البرمجي وبسمي لي إياها، بس أنا بلصق الأمر البرمجي اللي أنا عملته لأول زر فقط. طيب هل بإمكاني إن أنا أستخدم هاي اللوحات خارج هذا العرض، يعني في عروض أخرى؟ نعم، بإمكاني أني أنا أستخدم هاي اللوحات في عروض أخرى. كل اللي علي أني أعمل كوبي، رح أعمل نسخ لي الشريحة، رح أنسخ الشريحة، رح أطلع من العرض ورح أروح على أي عرض أنا عاملة ومجهزة، مثلا أي درس أنا بدي إياه، بدي أحط مثلا لوحة التعزيز تكون آخر شيء، أو هنا مثلا رح أعمل لسق. الآن بعد ما لصقت الشريحة، بس بعلم على أي شريحة، بعمل كنترول V بيجيب لي الشريحة تبعتي. الآن لو عملت شو، تمام، وحاولت إني أغير درجات الطلاب كلها فعالة وعم بغير لي الدرجات، بس أهم نقطة إنه أنا لو بدي أحتفظ بلوحة التعزيز في أكثر من مكان، كل اللي علي إني أعمل للملف حفظ باسم، لكن النوع لازم يكون نوعه مش باوربوينت عادي، لازم يكون باوربوينت ماكرو انيبلد، علشان يتمكن المطور من انه يضيف على العلامات وما يصير عندي ايرور اثناء العرض. فقط هذا كنت اللي بدي احكي لكم اياه عن لوحة التعزيز. كانت معكم دعاء منصور، تحياتي.